متابعة الاقبال النهارده يا فندم، متابعة ازاي سير العمليه الانتخابيه؟ متابعة الاقبال ازاي؟ انا حاسس ان انا يعني في حراك كويس وفي تواجد، واعتقد هزيد كمان اكتر لسه النهارده وبكره وبعده، لان فعلا احنا محتاجين هذا الكلام. لو ما كانش ده يحصل كاننا بنعرض البلد كلها للخطر. احنا النهارده مش احنا مرشحين، انتوا المرشحين فعلا، فلازم فعلا الكل ينزل ويتواجد ويدي صوته وما يهموش اي حاجه. اولا الاهلي عابدين دول اهلي، انا هنا بقالي اكتر من 30 سنه في المنطقه، واعتقد انك شايف النهارده الزخم بتاعت الناس وده دليل ان المصريين فعلا وطنيين بجد. النهارده احنا عايزين كل الناس تنزل وتشارك، وبكره لسه في فرصه وبعد بكره في فرصه، فانا سعيد جدا بالموقف العام وحاسس ان احنا فعلا مصر بتاعت المصريين فعلا، مش عايزين حد لا يتدخل بينا ولا يوجهنا غلط ولا اي اتجاهات ثانيه. احنا عايزين اللي يكسب النهارده يكسب، ولكن مصر تبقى بخير دايما. عندنا اكثر من 7800 مندوب في مستوى الجمهوريه في غرفه عمليات ومتابعه، بس حقيقه انا لسه ما اعرفش ايه اللي رصدوه، لكن اعتقد يعني المصريين عندهم وعي كويس قوي وناويين ينزلوا بكثافه ويعملوا حاجه لمصر. يعني عندنا غرفه عمليات كبيره جدا وفيها ناس قاعدين مستمرين 24 ساعه وبيرصدوا كل حاجه موجوده ومتابعه يعني على اعلى مستوى. يعني متواصله دايما مع الهيئه الوطنيه للانتخابات وحجم التواصل لحل كافه المشاكل يعني بتطرق علينا. عندنا مناديب موجهين للهيئه الوطنيه للانتخابات على طول، تواصل معاهم في كل خطوه في كل حاجه بنعملها لحظيا. يعني الهيئه الوطنيه طبعا هي المنظمه. قنوات التواصل دي عامله ازاي؟ في شؤون قانونيه عندنا متابعه جامد مع الهيئه الوطنيه عشان اي اخطاء احنا بنحاول نتجنبها، يعني نبقى ماشيين بالقانون وبالمتطلبات الفعليه. طبعا احنا شايفين ان في كثافه من الناس بتنزل واعتقد هتزيد النهارده وبكره وبعده، وده مطلوب لان مصر النهارده لازم تبقى فعلا شعبها متكاتف فعلا، ما فيهاش كلام يعني. لا محسوم دي عند ربنا، فاحنا مفيش حاجه اسمها محسومه، احنا بنخش انتخابات بشرف وبجداره وكلنا بنبص لمستقبل البلد ديت، وفي كلنا بنتنازل عن الشخصانه والانا، وايا كانت النتيجه فاحنا راضيين بيها، راضيين بيها طالما انها من الشعب المصري وقرار الشعب المصري، فانا اعتقد ان احنا عايزين نعمل اداء في الاخر لهذا الشعب وهذا الوطن. اعتقد المشهد الانتخابي مهم جدا، ان الناس عندها وعي كبير، واحنا حاسين ان البلد دي ليها في ناس متربصه للبلد ديت ومش هنسمح بالكلام ده، فلازم كلنا نتحرك مع بعض. احنا كلنا فريق واحد، فريق عمل واحد، مفيش حد بيشتغل لوحده. احنا النهارده عارفين المتربصين مين هم واعداء الوطن مين هم، فما تسمحوش لحد، فكل الناس تنزل وكل الناس تشجع الاخرين ينزلوا معاهم. مقاطعه الانتخابات ديت ناس مغرضه وناس بتدور على الضرر بالبلد ديت، واحنا مش هنسمح لهم بهذا الكلام، وانتم مش هتسمحوا لهم بالكلام ده، فلازم كلنا نتكاتف عشان نقدر نتحرك فعلا حركه ايجابيه ونتصدى لكل اعداء الوطن. شايف سر الانتخابات لحد دلوقتي يا فندم ماشيه ازاي؟ انا شايف يعني الانتخابات ماشيه في اتجاه سليم واتجاه كويس، واعتقد ان بدايه من 9 صباح النهارده بدات الحركه فيها انتخابيه، واحنا لسه في اول يوم يعني.